خاص وهاي الصفة مالته بل اللهم راح ادزلكم التراك نمبر 29 حتى تسمعون تسمعوا التراك زين بما يخص القصة وراح استمع لكم قراءة في الدرس الجاي ان شاء الله. فؤاد and Tanya went to learn about other countries. فؤاد وتانيا ذهبوا يرغبون عفوا want to learn about other countries. They go to Bell's shop. راح وين لمحل Bell. They think he can help. يعتقدون بأنه قد يساعدهم. لاحظ هنا. Bell, can you tell us about other countries, please? بإمكانك أن تخبرنا عن أطباق الدول من فضلك. My shop can't tell you. لاحظ هنا الإجابة مالته يقول لهم المحل مالتي بإمكان أنه يخبركم عن هذه الدول. لاحظ شلون صحيح الصيغة مالته. طلاب اللي فاتح مايك يسد. Look at these oranges. Look. Are these oranges? Where do they come from? Where do they come from? من هاي من أين يأتي البرتقال؟ هنا I don't know. ما يعرف. لاحظ الإجابة مالت بل. They come from Lebanon. They come from Lebanon. لاحظوا الطلاب إذن السؤال هنا السؤال هنا نحتاجه مهم لازم تعرفون كيف تسأل عن الأشياء. How to ask about something where did they come from. لازم تسأل التفاح منين البرتقال منين يعني على سبيل المثال أنت رحت على أبو مخضر وتسأل هذا التفاح منين شنو صنعته أو منشأه البرتقال. فالصياغة اللغوية لهذا أو ممكن أنه تستخدم جملة لهذا التعبير هو where do they come from. إذا كانت مجموعة where do they come from. إذا كانت عليكم where does it come from. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاحظ الإجابة they come from Lebanon. They come from Lebanon. لاحظ إذا هنانا كان جمعا if it is plural, you can see the answer here. They come from Lebanon. لو كان السؤال where does it come from, لكان قلنا it comes from Lebanon. لو كان سؤال عن واحد لكن هنا سؤالنا على المجموعة. إذن السؤال طلاب انتبهوا عليه. صياغة السؤال مهمة شلون تسأل عن الشيء. والإجابة أيضا مهم يعني هذا هسه في نستخدم الدولة اللي أنتجت البرتقال لازم تعرفوها لبنان. واضح يقترن البرتقال في لبنان على ضوء هذه القطعة. إذن كيفية السؤال لاحظ هنا these apples come from France for example. لاحظ these apples come from France. هذا التفاح منين؟ من فرنسا. This tea, لاحظ هذا الشاي, comes from India. This tea comes from India. إذن هاي الأسئلة إحنا نحتاجها. الأسئلة هاي نحتاجها. لذلك الواجب مالتكم شلون راح يصير؟ استخدموا لي هاي where do the apples, where do the orange, where do the, for example, where does the tea come from? هنا أنا أس كيفية السؤال. كيفية السؤال عن الأشياء. نكمل. لاحظ هنا أنا. Have you ever been to India? هل وقد زرت الهند من قبل؟ Yes, I have. I went there last year. ابني سد المايك.
What did you do there? لاحظ متى إذن هسا بعدين راح نجي على التركيب التركيب الخاص بال بهذا السؤال. هذا هنا أنا عزنا present perfect. شلون نستخدمه راح أسق بعد شوي إن شاء الله. إحنا شارحي هذا طبعاً إحنا ماخذين present perfect لكن هسا راح نعيد صياغة عفواً شرح التركيب مالت. Have you ever been to India? هل ذهبت إلى الهند من قبل؟ Yes, I have. I went there last year. لاحظ هنا السؤال ما حددت، ما كان أكو تحديد للزمن. يعني أنت رحت ما قال لك رحت الشهر اللي مضى أو السنة اللي مضت للهند. لا، قال لك هل رحت للهند؟ هنا الفترة ما خصصت في أي وقت. لاحظ لكن هنا نعم آية. إيه. لا. لا هو يطلع بروجكت يم. عبد الرحمن جلال. نعم أستاذ. Close your phone. لاحظ هنا هسه إذا تلاحظون بالإجابة I went there last year. ذهبت هناك السنة الماضية. السنة الماضية. لاحظ هنا التركيب الثاني اللي هسه موجود هو الـ past simple. الماضي البسيط. الماضي البسيط استخدمنا الماضي البسيط لتعبير عن وقت محدد بالماضي. إذن كانت السنة الماضية. السنة الماضية. البريزنت بيرفكت ايضا تعبير عن الماضي لكن بدون تحديد اي فتره زمنيه انا عمله. There is not a specific time that expressed in the past hour. لاحظ هنا السؤال بالماضي what did you do there سويت هناك كان هذا سؤالا بالماضي سويت هنا I rode an elephant ركبت على الفي لاحظ هنا الرود الماضي مال رايد إذن هسه أيضا هم راح نحتاج إلى الأفعال regular and irregular verbs هنا irregular verbs that you need to know لازم تحتاج أن تعرفها إذن الأسئلة اللي طرحت هنا have you ever been to England هذا التركيب بالمضارع التام وإحنا شرحنا الفرق بيناتهم بين go have you gone to England or have you been to England شرحناه بالدرس الماضي هسه راح نجي طلاب حتى تعرفون الأشياء الضرورية خاصة التراكيب اللي نحتاجها فانتبهوا وياي يا طلاب وكان المفروض أنا مجهز لكم إياها بسلايد لكن ما لحقت بصراحة لأن أنا جيت متأخر انتبهوا علي طبعا ليش ما تطلع لاحظ عندنا هاف بالمناسبة التركيب هنا السؤال فلذلك بدأ ب هاف ممكن انه يبدي ب هاز اذا التركيب مالت البريزنت بيرفكت هاف او هاز هذا طبعا بالسؤال دير بالكم انتبهوا عليه يجي هنا الفاعل اذا اريد اسالك واذا اريد نسال عن المجموعة واضح إذا نريد نتحدث عن نفسنا بشكل عام إذا I ممكن هذا إحنا ذكرناها لكن أنتم مو مطالبين بها ممكن أن نضيف هنا I لكن أنتم مو مطالبين بها الآن لاحظ have you been to هل ذهبت ممكن أن نضيف ever بعدين هسه حتى نشوف مكانها وين to England
هنا نحتاج إلى question mark. إذا عندنا have نحتاج هنا راح يجيب subject. هذا طبعا optional هنا, هذا اختياري راح يكون, يعني مو ضروري, إن حسب السياق. واضح. Have you been to England? هل ذهبت إلى إنجلترا؟ هنا عندنا ever, تستخدم ever whenever, ever بالسؤال. Have you بالسؤال, انتبهوا عليه, هل وقد ذهبت من قبل إلى إنجلترا؟ إذن هذا بالever in question. بالسؤال, واضحة. هنا ممكن نفس الصياغة, هنا الـ all subject راح يكون يا إما she or he or it, أيضا ever been to England or أو عمان, خلينا نقول نفس الحالة ever. هنا راح نستخدمها بالquestion. عندنا never تستخدم بالنفي, لكن بصيغة الإثبات. واضح. never تستخدم بالإثبات. I have for example never been to Italy. لاحظ هنا أنا لم أذهب إلى إيطاليا من قبل. لاحظوا لي الـ ever والـ never وين مكانهم, قبل been في الحالتين, مكانهم قبل, عفو, هاي قبل been, هاي وهاي, إذن مكانها هنا. تميز لي ever تستخدم used the question, هاي ever used in a question, this is used in never, an affirmative. never تستخدم بالإثبات, و never ever تستخدم بالquestion. أعتقد هسه هاي صارت عندكم واضح. إمتى نستخدمها طلاب؟ راح أعيد آلية الاستخدام. إحنا إمتى نستخدم present perfect؟ نستخدم present perfect, وقتنا 10 دقائق, نستخدم present perfect للتعبير عن حدث بالماضي, وممكن آثارها لا زالت موجودة, يعني موجودة في وقت التحدث, لكن بدون تحديد وقت حدوث هذا الشيء, يعني يكون غير معلوم الحدث. على العكس من استخدامنا للماضي البسيط, الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن حدث بالماضي لكن يحدد فيه وقت حدوث الحدث.